السؤال المهم في علم الفلك واللي من ضمن أهداف إطلاق تلسكوب جيمس ويب، هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ هل هناك حياة ما على أحد الكواكب البعيدة؟ والأول وهلة ممكن تفتكر أن السؤال ده خاص بعلم الفلك وبعلوم الفضاء، لكن تأثيرات السؤال ده هتمثل صدمة لكل العلوم، صدمة لحياة الإنسان في الأرض. ماذا لو تم الكشف عن حياة في خارج هذا الكوكب؟ وفي رحلة البحث عن الحياة خارج الأرض قاد تلسكوب جيمس ويب العام الماضي 2023 رحلة مهمة جداً لرصد العوالم الغريبة والأصقاع البعيدة في غياهب الكون علشان يكشف لينا عن سر الحياة هناك. اكتشافات كانت كبيرة جدا لجيمس ويب للعوالم الغريبة دي، من الكواكب المارقة اللي بتدور حوالين بعضها لكواكب النار واللي بتمطر صحبها حاجات غريبة، لاكتشاف بصمات الحياة في كوكب بعيد بيبعد عننا 120 سنة ضوئية، والكوكب الأغرب اللي بيدور حوالين نجمه مرة واحدة كل 10,000 سنة. هل قدر تلسكوب جيمس ويب في عامه الماضي 2023 أن يكشف سر الألغاز الكونية دي في الكواكب البعيدة؟ وهل بتنا على عتبة جديدة في الكشف عنها في سنتنا الجديدة 2024؟ اهلا بكم. في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن انجازات جيمس ويب في سنة 2023. في الحلقة الاولى اتكلمنا عن اغرب اكتشافات جيمس ويب للاجسام الفلكية الغريبة، وفي الحلقة اللي فاتت ناقشنا اكبر اكتشافات تلسكوب جيمس ويب في الفجر الكوني. النهاردة بقى ان شاء الله هنناقش مع بعض اغرب واكبر الاكتشافات اللي رصدها جيمس ويب في الكواكب البعيدة. تلسكوب جيمس ويب اللي تم اطلاقه في نهاية عام 2021 واخد ما يقارب من 6 شهور كاملة علشان يجهزوا المهندسين كده لعمليات الرصد. بالتالي سنة 2023 هي السنة التقويمية الكاملة اللي اشتغل فيها تلسكوب جيمس ويب. تلسكوب متكون من مرآة مطلية بالذهب طولها 6.5 متر وحاجب عن أشعة الشمس، بيحمي التلسكوب من الإشعاع الشمسي وبحجم ملعب تنس، ومجموعة من الأدوات المعقدة واللي بيتم تبريدها لدرجات تقترب من الصفر المطلق علشان تقدر ترصد أخفة الأضواء في نطاق الأشعة تحت الحمراء. بالتالي كان الهدف الأول لجيمس ويب هو رصد الضوء البعيد القادم من الفجر الكوني، من المجرات القديمة المبكرة للثقوب السوداء البدائية. لكن جيمس ويب قدم لينا هدية تانية خاصة بالكشف عن الحياة في الكواكب البعيدة بشكل غير متوقع لينا، وكان البحث في الكون في نطاق الأشعة تحت الحمراء مثالي جدا في دراسة الكواكب البعيدة دي. خلال القرون الماضية البشر معرفوش غير الكواكب المشهورة من آلاف السنين، وكان اكتشاف كوكب نبتون وأورانوس علامة فارقة في الفلك الحديث، والكل كان بيسأل هل مجموعتنا الشمسية دي هي الوحيدة في الكون؟ هل أصلاً في كواكب تانية خارج مجموعتنا الشمسية؟ ولا الكواكب دي صنيعة مخصصة لنا هنا في النظام الشمسي؟ أسئلة مهمة، لأن لو كانت مجموعتنا الشمسية وفي القلب منها كوكبنا الأرض حالة نادرة، فده يعني بشكل قاطع استحالة وجود حياة تانية خارج مجموعتنا الشمسية. وكانت مشكلة العلماء والراصدين ساعتها هو الوهج الشديد والسطوع العالي للنجوم، واللي هيعمي أي تلسكوب يحاول يرصد أي كوكب حتى لو كان الكوكب ده ضخم كالعمالقة الغازية المشتري وزحل. الفرق كبير بين النجوم الساطعة اللامعة والكواكب المظلمة القاتمة. كل ده اتغير تماما في السنين الأخيرة في القرن اللي فات، لما بدأنا نمتلك تكنولوجيات متقدمة وكاميرات وتلسكوبات ومراصد عالية الدقة والحساسية، وقدرنا من خلال تقنية العبور الجبارة اننا نرصد خفوض ضوء النجم اللي بيمر من امامه كوكبه الصغير الباهت. ووصلنا من اليوم ده وطوال 30 سنة فاتت اكتشاف كواكب كتيرة، وصل عددها لحد النهاردة لما يقارب من 5600 كوكب في أرشيف ناسا للكواكب. والنهاردة اخترت ليكم عدد من الكواكب المهمة اللي رصدها جيمس ويب بس في سنة 2023 في رحلته في البحث عن حياة ما تقبع في ظل كوكب من الكواكب البعيدة والعوالم الغريبة اللي رصدناها في وقت مبكر جداً العام الماضي. وقبل ما نبدأ في سرد مختصر للكواكب دي، بذكرك صديق المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة انك تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. نظام النجم ترابست 1 وخيبة أمل مؤقتة. نظام ترابست 1 هو أشهر أنظمة الكواكب على الإطلاق بسبب الزخم الكبير اللي خده النظام ده لما تم الكشف عنه من سنين قليلة، وكان هدف مبكر جدا لجيمس ويب اللي رصده في بدايات إطلاقه وتشغيله. نجم صغير بعمر الكون، وده بيخلي النظام ده مستقر نسبيا. نجم من نوع الأقزام الحمراء بيستضيف 7 كواكب صخرية فريدة من نوعها وعلى بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، وده بيخليه قريب جدا مننا. 7 كواكب في المجموعة دي، 3 منهم
بيقعوا في المنطقة الصالحة للحياة. علماء الأحياء الفلكية بيقولوا إن المنطقة الصالحة للحياة دي بتكون في ظروف مش حر قوي لدرجة إنها تبخر الأغلفة الجوية للكواكب، ولا باردة جدا لدرجة تجميد المياه زي الكواكب الغازية المتجمدة في مجموعتنا الشمسية المشتري وزحل ونبتون وأورانوس. لكن التحليلات اللي رصدها جيمس ويب لاثنين من الكواكب الخاصة بنظام النجم ترابست 1 اللي هما ترابست 1 بي وترابست 1 سي لأنهم مش بيحتووا على غلاف جوي أو حتى غلاف رقيق جدا كده زي غلاف كوكب المريخ. فاضل كوكب من الثلاثة اللي موجودين في المنطقة الصالحة للحياة هو الكوكب ترابست 1 اي واللي هيتم رصده في وقت قريب جدا من نهاية العام الجاري 2024. طبعا المشكلة الكبيرة في الكواكب اللي بتتبع نجوم من نوع الأقزام الحمراء دعمها لوجود حياة بيكون صعب جدا حتى لو كانت النجوم دي قديمة جدا ومستقرة، لأن الأقزام الحمراء بتكون نشيطة جدا وفيها توهجات أكبر بكتير من اللي عند شمسنا، وبالتالي العواصف النجمية الشديدة دي بتجري في أي غلاف جوي ممكن يتوجد في كوكب من كواكبها. علشان كده النتائج الأخيرة لرصد 2 من كواكب ترابست 1 كانت مؤيدة للطرح ده، على الرغم من أننا لن نصل لدرجة يقين في القصة دي، فيبقى البحث مهم لأن في حاجات كتيرة غايبة عننا في نظام النجم ترابست 1، وكنا اتكلمنا عن القصة دي في حلقة استحالة وجود حياة على نظام ترابست 1، ممكن تشوفها من الأي لفوق أو إن شاء الله هسيبها في صندوق الوصف. جيمس ويب يرصد أول كوكب له في 2023. أول لما سمعنا عن الكوكب ده في وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن ده أول كوكب شبيه للأرض يكتشفه تلسكوب جيمس ويب، لكن الحاجة الوحيدة اللي بيتشابه فيها الكوكب LHS 475 بي هو إن حجمه مقارب لحجم الأرض، تقريبا 99% من حجم الأرض، لكن أي وجه تشابه تاني مفيش الصراحة. لكن ليه كان اكتشاف الكوكب ده مهم؟ الكوكب كان مرشح ومحتمل. جيمس ويب هو اللي أكد وجود الكوكب الصخري الصغير ده، ودي كانت نقلة مهمة جدا في عالم اكتشاف الكواكب. كوكب بيدور حوالين نجمه كل يومين، يعني استنى عليه بيومين من أيام الأرض. كوكب مقفول، يعني جانب من الكوكب مقابل للنجم والجانب الثاني مظلم طول الوقت، وعلى مسافة 40 سنة ضوئية من الأرض، وعلى مسافة قريبة جدا من نجمه القزم الأحمر اللي درجة حرارته قد نص درجة حرارة شمسنا. مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة التابع لجيمس ويب نيرسبيك رصد الكوكب في أغسطس وسبتمبر 2022 مرتين، وتم الكشف عنه في 11 يناير اللي فات 2023 في مؤتمر صحفي للجمعية الفلكية الأمريكية، واتنشرت ورقة بحثية حوالين الموضوع ده. وعلشان تعرف صديق العزيز، لو كنت مش متابع معنا قبل كده، تقنية العبور أو الاحتجاب اللي بنعرف بيها الكواكب البعيدة، وياريت صحابنا اللي في القناة اللي يعرفوا المعلومات دي يصبروا علينا شوية كده قليلة، عشان كتير من المتابعين الجداد حابين يفهموا أهمية التقنية دي اللي بنكشف بيها الكواكب البعيدة. وحبسطها لك خالص صديق المتابع العزيز، انت لما تطلع في ليلة صافية تبص للنجوم بتلاقيها كده صغيرة خالص، يا دوب تشوفها بعينك، هبابة صغيرة في السماء السوداء بالليل. التلسكوبات الكبيرة اللي اخترعها الإنسان عدسات قوية جدا يقدر يشوف بيها النجوم دي بأشكال ضخمة، إنما الكواكب دي حاجة صغيرة خالص وكأنها هبابة صغيرة كده بتعدي قدام النجم. ولفظ هبابة دي عندنا بالمناسبة هنا في صعيد مصر بنقوله على الحاجات الصغيرة خالص اللي مش بنشوفها غير في شعاع الشمس اللي بيعكسها لما ننفط حاجة كده وتطلع شوية غبار صغيرة. أهي الهبابة دي هي الكوكب اللي بيمر قدام النجم، مش بنشوفها بالتلسكوبات لكن بنرصد تغيرات سطوع النجم من خلالها، كأن حاجة صغيرة كده عدت وخلت ضوء النجم يرمش كده رمشة صغيرة خالص. معلش بقى على المصطلحات الجديدة، هبابة ويرمش، الحمد لله ما قلتلكش عندما ترى النجوم في الليل البهيم. كيفن ستيفنسون اللي بيقود الفريق البحثي لرصد الكوكب الجديد قال إن الكشف الجديد اللي حققه جيمس ويب في رصد الكوكب حاجة واعدة ومهمة وحيكون لها أثر كبير في الكشف عن كواكب جديدة خلال الخمس سنين اللي جاية، بالرغم من أن جيمس ويب مش مخصص للكشف عن الكواكب لكن رصد أغلفتها الجوية وتحليلها، وده الشيء الأهم طبعا. لكن في النهاية الكشف تم وسجل عن طريق تلسكوب جيمس ويب أثناء عبور كوكب LHS 475 بي عبر قرص نجمه المضيف. قامت أداة نيرسبيك بجمع ضوء النجم اللي بيتدفق عبر الغلاف الجوي للكوكب، الأداة قادرة على قياس الأطوال الموجية للضوء في الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، وجهاز المطياف الخاص بيها بيقسم الألوان في ضوء النجوم علشان يدرس مكونات الغلاف الجوي. وتبين من التحليل المبدئي إن الكوكب يحتوي على غلاف جوي مسطح، وكلمة مسطح دي بتدلنا على حاجتين، يا إما الغلاف الجوي ده شبيه بغلاف كوكب الزهرة التقيل اللي بيتميز بنسبة عالية جدا من ثاني أكسيد الكربون وسحب وضباب كثيف، يا إما الغلاف ده ممكن يكون شبيه بغلاف كوكب المريخ الرقيق جدا، واللي بالتالي نقدر نقول إن النجم القزم الأحمر بيأثر على الكوكب ده بإشعاعه
وبيجرف غلافه الجوي ويصفيه، وبالتالي أصبح شبه مؤكد لغاية النهاردة طبقا للتحليل الطيفي الأخير إن الكوكب ده مش بيحتوي على غاز الميثان اللي بنلاقيه متوافر في قمر زحل تايتن واللي هو ضروري جدا لوجود حياة. بيقول ستيفنسون إن العمل ده مجرد خطوة أولى في برنامج ملاحظات جوست سايكل 1 لخمس كواكب خارجية بتدور حوالين نجوم قزمة حمراء على بعد 50 سنة ضوئية من النظام الشمسي، لأننا لحد النهاردة مش متأكدين بصورة جازمة هل من الممكن إن الكواكب اللي بتدور حوالين نجوم قزمة حمراء تقدر تحتفظ بأغلفتها الجوية اللازمة لصناعة حياة ما عليها ولا لا؟ ولو تمكن الباحثين من إثبات وجود سحب كثيفة من الغاز والغبار في الغلاف الجوي للكوكب ده يبقوا حيقدروا يثبتوا إن الكوكب ده شبيه بكوكب الزهرة عندنا هنا في مجموعتنا الشمسية. تصوير حالة الطقس بقزم بني أحمر. رصد تلسكوب جيمس ويب في مارس اللي فات 2023 كوكب VHS 1256 بي، والغريب في الأمر إن جيمس ويب لأول مرة يرصد كوكب بصورة مباشرة بعيدا عن تقنية العبور اللي اتكلمنا عنها من شوية، أو حتى من خلال تقنية الكروناجراف اللي بتحجب ضوء النجم كليا علشان نقدر نشوف الأضواء الخافتة اللي جنبه في المنطقة. تعالوا كده مع بعض نكسر الملل شوية ونروح برحلة للكوكب دوت من خلال سفينتنا الفضائية اللي بتنطلق دلوقتي من كوكب الأرض، ولغاية ما نوصل نحكي شوية عن الكوكب ده اللي بيبعد عننا تقريبا 40 سنة ضوئية. الكوكب الغريب ده بيدور حوالين نجمه مرة كل 10,000 سنة، يعني السنة هناك ب10,000 سنة أرضية. كوكب بعيد جدا عن نجمه زي ما حضرتك ملاحظ كده في المدار بتاعه قدامك دلوقتي، تقريبا المسافة بينه وبين النجم بتاعه قد المسافة بين الشمس وكوكب بلوتو القزم، طبعا مسافة كبيرة جدا وهائلة جدا. المسافة الكبيرة دي هي الميزة الخطيرة اللي خلت جيمس ويب يقدر يصور الكوكب ده ويفصل نور الكوكب عن ضوء النجم البعيد عنه وما يحصلش تشويش. تعالوا نقرب شوية كده من الكوكب ده علشان نشوف ازاي جيمس ويب رصد الغلاف الجوي بتاعه. وما تقلقش يا صديقي، هظهر لك دلوقتي حالا صور الأطياف الخاصة بالغلاف الجوي للكوكب، واللي هي بالمناسبة صور مش حلوة ومش جذابة، لكنها أهم ما في العلم الخاص بالكواكب البعيدة والعوالم الغريبة دي. بقعة سودة في السماء اسمها الكوكب VHS 1256 بي. استخدم الفريق البحثي أداتين من أدوات جيمس ويب، الأداة نيرسبيك الخاصة بالأطياف والكاميرا ميري اللي بتدرس نطاق أوسع من الأشعة تحت الحمراء. شوف كده لو إحنا كنا قريبين من الكوكب ده وبصنا في الخلفية هنلاقي مجرة درب التبانة جزء منها ظاهر في الخلفية. كوكب VHS 1256 بي قزم بني راوند دوارف، والقزم البني ده عرفوه علماء الفلك بأنه جسم صغير بالنسبة للنجوم، لا هو قادر يكون نجم لأنه بيفشل في عمليات الاندماج النووي اللي ممكن تخليه يولع كده ويسطع كنجم. كمان حجمه ضخم جدا، أكبر حتى من كوكب المشتري 19 مرة. القزم البني ليه كتلة أقل من 8% مرة من كتلة الشمس. لو قربنا من الكوكب ده أكتر ودرسنا اللي رصده جيمس ويب هنتفاجئ أكتر. اتمكن جيمس ويب من أنه يرصد سحب من السيليكات اللي بتغطي الكوكب ده ودرجات حرارة عالية جدا تقريبا 815 درجة مئوية. حبيبات السيليكات الحمراء دي الصغير منها بيشبه الدخان الأحمر والكبير منها يشبه حبات الرمل هنا عندنا على كوكب الأرض. كمان جيمس ويب أدهشنا باكتشاف بصمات من المياه والميثان وأول أكسيد الكربون، ودي أول مرة الحقيقة إننا نكتشف الكم الكبير ده من الجزيئات في كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، علشان كده كان الكشف ده مهم وواعد جدا. الأغرب إن الكوكب ده مش بيدور حوالين نجم واحد إنما بيدور حوالين نجمين بيدوروا حوالين بعض وقريبين جدا من بعضهم. النجم القزم الأحمر اللي كنا فاكرينه نجمة واحدة زي ما حضرتك شايف كده في المحاكاة السابقة للنجم ده طلعوا نجمتين، يعني الكوكب ليه شروقين وغروبين تمام زي كوكب تاتوين اللي شفناه في فيلم حرب النجوم. كوكب ليه نجمين شمسين بيشرقوا ويغربوا في وقت قريب من بعضهم. سبحان الله، وزي ما قلنا من شوية النجم القزم الأحمر عامة بيكون نشط جدا بالرغم من ان حرارته أقل من نص حرارة الشمس، لكن زي ما انت شايف كده في الصورة انه بيمتلك كتير من البقع الداكنة داخل النجم واللي بترسل توهجات ورياح نجمية شديدة جدا بتجرف اي حاجة في سكتها. وبعد الكوكب الكبير عن نجمه هو اللي ساعد شوية في انه يحافظ على غلافه الجوي ويقدر جيمس ويب يرصده ويحلل جزء من اطيافه. احنا على موعد خلال ايام من النهاردة مع رصد جديد للكوكب، واعتقد اننا ممكن نعمل ليه حلقة جديدة بنهاية السنة دي ان شاء الله 2024. رصد رائحة الكروم وبصمات الحياة على كوكب كي 2 18 بي.
في سبتمبر اللي فات 2023 اكتشف تلسكوب جيمس ويب غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب كيتو 18 بي. طبعا ده مش اول رصد بيتم للكوكب، رصدوا قبل كده تلسكوب هابل، واللي اكتشف ان الكوكب ده ممكن يكون من نوع الكواكب الهاسيان، يعني كواكب ذات اجواء سميكه غنيه بالعناصر اللي بتعتمد على عنصر الهيدروجين، وبالتالي هتكون عوالم مائيه او سائله بشكل عام. كوكب بيدور حوالين نجم قزم احمر على بعد 120 سنه ضوئيه من الارض، وحجمه اكبر شويه من ارضنا واقل من كوكب نبتون. كل العلامات اللي اكتشفها جيمس ويب في اطياف الكوكب هي بصمات تدعم وجود حياة ما على كوكب من الكواكب، واللي أدهش العلماء أكتر هو اكتشاف ثنائي ميثيل الكبريتيد DMS، واللي ليه ريحة كده زي ريحة الكرنب الأخضر، وده عنصر مش بيتم إنتاجه هنا على الأرض إلا عن طريق الطحالب المجهرية في المحيطات. كنا اتكلمنا عن الكشف ده في حلقة منفصلة فيها تفاصيل كتيرة، ممكن حضرتك تتابعها من الآي اللي فوق أو في صندوق الوصف. مفاجأة الكواكب المارقة في سديم الجبار جامبوس هي اختصار للكواكب الثنائية المساوية لكتلة كوكب المشتري في أعماق قلب سديم الجبار أورايون. اكتشف جيمس ويب 40 زوج من الكواكب الغريبة والعجيبة. بيعتبر العلماء أن الكواكب الضخمة جامبوس صغيرة جدا على أنها نعتبرها كده نجوم، والأمر اللي حير العلماء في الكشف الجديد هو وجود الكواكب دي في أنظمة ثنائية، يعني أزواج كل كوكبين مع بعض. على الرغم من ان عدد كبير من النجوم بتنشأ في نظام ثنائي، يعني كل نجمين بيكونوا مع بعض وبيدوروا حوالين بعض، لكن اننا نلاقي كواكب زوجية زي ديت وبتدور حوالين بعض كان حاجة مدهشة الحقيقة. وبيرجح الفريق البحثي اللي قاد الرصد للمنطقة دي ان من غير المؤكد ان الكواكب دي تكون مارقة ومقذوفة من انظمتها الشمسية عبر الفضاء الفسيح لسديم الجبار، وان العلماء محتاجين يراجعوا نظرياتهم حوالين تكوين النجوم والكواكب، او حتى يبتكروا نظرية جديدة في ضوء الكشف الجديد اللي اكتشفه جيمس ويب في سديم الجبار أورايون. كنا اتكلمنا على الموضوع ده في حلقة تفصيلية ممكن تشوفها من صندوق الوصف. خاتمة، ملاحظ انت اننا في كل رصد تقريبا لجيمس ويب بنلاقي ألغاز جديدة بتستلزم من العلماء انهم يراجعوا نظرياتهم الجديدة في تشكل المجرات في الكون المبكر والثقوب السوداء البدائية، فضلا عن الكواكب اللي اتكلمنا عنها في الحلقة دي واللي أبهرتنا فعلا بوجودها في البيئات المتطرفة دي. وكأننا قبل جيمس ويب كنا بنشوف في نظر ضعيف جدا، وجيمس ويب عملية ليزك عملناها في عيوننا أو نظارات قوية قدرنا نشوف بيها الكون والعوالم الغريبة العجيبة اللي بنشوفها بقالنا سنتين، فضلا عن أمل كبير حوالين معرفة أسرار المواد الخفية في الكون زي المادة المظلمة والطاقة الكونية المظلمة، حتى الثقوب السوداء اللي ما نعرفش عنها غير كم قليل جدا من المعلومات. أنا عارف إنها مش هتتحل بجيمس ويب بس، لكن جيمس ويب ممكن بأرصاده يقدر يخلينا نفهم أكتر ونطبق قواعد وقوانين جديدة ممكن تكون لبنة أساسية في توحيد النظريات الفيزيائية وفي القلب منها نظرية الكم ونظرية النسبية. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيخلينا نستمر، وابقوا اشتركوا في القناة لو شايفين إننا بنقدم علم محترم بعيدا عن خرافات رافضي الواقع اللي بنعيشه وبيتريقوا مش عارف بيتريقوا على ايه، يمكن على خيبتهم وخيبتنا التقيلة في سباق بتتسابق فيه كل دول العالم والمجتمعات الراقية اللي جعلت العلم أساس في سبيل نهوضها وتقدمها ورقيها. وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي، محمد فهمي سليم، سلام عليكم.